ففي فناء مولانا النبي شعيب عليه السلام شحنة روحانية التي لا نظير لها، ومن أكثر إلماما بها من أهل التوحيد؟ هم الذين كتبوا على أنفسهم ميثاقا فيه ثبات العقل والدين. العقل درة رأس المعرفة، فأهل العرفان كلما تعمقوا اطلاعا ازدادوا تواضعا وتألقوا زهدا. شأن مشايخنا الأجاويد الأتقياء الأنقياء أوتاد الأرض وأطهارها، أهل السيرة الحسنة والرصانة الموصوفة والشجاعة المشهودة والاتزان الأصيل. إن سيرة مولانا النبي شعيب عليه السلام السيرة العطرة، كلما درس عنها الإنسان الموحد كلما استنهضت خير ما في جواه، وهو أي الإنسان الموحد متقيد بمعيار صدق اللسان وحفظ الإخوان. ولو تأملنا عميقا أيها الأخوة بما يعنيه صدق اللسان وحفظ الإخوان لتقدمنا في معارج الاطلاع على فضيلة الأخلاق، وصولا إلى استقامة الصراط والتضامن لما فيه الخير والصلاح. إن صدق أهل التوحيد مضرب مثل عند الكثيرين، فكما قال فيهم الشاعر: الصدق شرعتهم فإن عاهدتهم بروا وإن نطقوا بأمر يصدقوا. فيا إخواني يا أهلنا الأعزاء، إن بركة مولانا النبي شعيب وهو حامل السر المكنون حسبها أن ترعانا جميعا فتسدد خطانا وتلهمنا حسن النهج وصواب الرأي وأن تنعم علينا بالفلاح. وكل سنة يا أهلنا وأنتم الأعزاء بخير، والله عز وجل ينفعنا من بركة الذكرى وصاحبها. ما من شك أنها مفاجأة سارة لجميع أبناء الطائفة في البلاد لهذه التهنئة الخاصة من الأمير طلال أرسلان. ما من شك أيضا أن هذه التهنئة لم تكن لتحدث لولا لتقدير دروز لبنان ودروز سوريا وعلى رأسهم الأمير طلال أرسلان إلى أبناء الطائفة في البلاد ولشخص فضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف. إخواني الحضور، الحضور الكريم، أنا متخبر لي أزمين كبير رئيسي مدينة إسرائيل مع روبين روبي ريفلين والسيد